راجل مؤدب محترم يعني، ودي مشكلته ان هو ادب محترم يعني. فقال الوزير ضحك عليا وقال لي يلا مرتضى بقى يلا الحكم اتنفذته. هو انا كنت بهدد الوزير بحاجه؟ طب ده نادي دمياط رفع عليه جنحا مباشره، انا رفعت عليه جنح يعني؟ نقول مثلا الوزير عمل كده، لكن عشان في دوله مؤسسات، وانا قلت قبل كده امبارح سياده الرئيس اتربى في بيت قضائي بتاع السيسي، ربنا يوفقه ويوفى بلدنا. اخوه الكبير سيد مستشار احمد السيسي نائب رئيس محكمه النقض، ده النموذج اللي كان قدامه، نموذج القاضي. فهو اتربى في بيت يعرف يعني ايه حكم القاضي وقدر القاضي وازاي يحترم القانون واحكام المحاكم، تمام. وعشان كده لما شكرت امبارح، هو القضاء ده مش مؤسسه في الدوله ولا ناس جايين من الشارع؟ دي مؤسسه موجوده في الدوله، الوزير ورئيس الوزراء مؤسسه في الدوله. طبعا في ناس كتيره محترمين زي مثلا فريق كامل الوزير، شخصيات محترمه يعني، ما كانش عاجبها اللي بيحصل. في اجهزه سياديه، في امن دوله، في امن، في مخابرات، الاجهزه دي كلها مش بيروحوا على تقرير، التقرير بتاعت مين؟ بتاعتكم انتوا. هذا الجمهور العظيم جمهور الزمالك ما همتش. تاني، من يوم 30 نوفمبر 2020 لغايه النهارده انا ما شفتش كده. جمهور عظيم بجد يعني، مهما تتكلم عنه سيبك بقى انه جمهور مثقف، جمهور واعي، جمهور بيفهم، كل ده ماشي. انما هذا الجمهور الشجاع، انا مش عايز اقول اسماء لان طبعا ده دول ملايين سواء في مصر او في العالم العربي بصراحه، بالاضافه بقى اللي بيكلمون من كندا واوروبا وافريقيا وامريكا. هذا الجمهور العظيم اللي مش عايز اقول بقى ان فضله وجميله مش في رقبتي انا بس، في رقبه كيان كبير اسمه نادي الزمالك، ولولا هذا الجمهور العظيم ما كناش خدنا خطوه لقدام. انتوا اصحاب المعجزه، انا بعتبرها معجزه. ليه؟ لان احنا لما مشينا قال لك خلاص بقى مرتضى خلاص، ما تعرف فتحته، يلا كل سنه وانت طيب. مين اللي وقف؟ هو الجمهور اللي صمد، اللي ما فيش ثانيه سكت فيها. هاشتاجات يعني، انا لما بقعد اسبوع مرتضى منصور ترند رقم واحد، اوعوا تفتكروا ان سياده الرئيس ما بيشوفش الكلام ده، وان اجهزه الدوله المحترمه سواء مخابرات او امن دوله ما بيشوفش الكلام ده، او وزير الداخليه او رئيس جهاز المخابرات او الدوله بتشوف الكلام ده، شايفه ان جمهور عظيم واقف ورا كيان مش ورا مرتضى، تمام. وعشان كده هي رجعت الروح للكيان مش لمرتضى. ما انا كنت قاعد في بيتي تمام وبلعب مع فادي واروح اسكندريه واروح مارينا يعني مبسوط، تمام، بس حزين على اللي بيحصل في جوه النادي. فاحنا الحمد لله يعني خلصنا المرحله اللي فاتت، وانا اتكلم بقى في اللي احنا فيه دلوقتي. اول حاجه طبعا بشكر ربنا سبحانه وتعالى له الفضل العظيم، وده ربنا كن فيكون. خلي بالك لكل شاب ييأس في يوم من الايام حصل له مشكله، تعال اتفرج على مرتضى منصور. والله العظيم انا في 2007 لما زكريا عزمي لفاء لقضيه سيد نوفل وشالوا اسمي، من ان انا كنت المفروض يخلى سبيلي يوم 6 اكتوبر، تمام، والجمهوريه كتبت الاخبار ورام مرتضى منصور في الحريه غدا، كان يوم سبت، شالوا اسماء كل المفرج عنهم كل السجون بسببي. وانا اقسم بالله لا شفت سيد نوفل ولا كلمته ولا شتمته، انما ده كان فيلم معمول، واللي عمل الفيلم ده وحبسني في اوضته لغايه ما جاب لي الشرطه ويلف لي القضيه مات منتحرا مرتشيا. لا ده مش صبرون، ده واحد تاني مات منتحرا مرتشيا في مجلس الدوله، كان امين عام مجلس الدوله واتمسك قضيه رشوه فانتحر، ولا دخل هو مشنوق، ده اللي حبسني في الاوضه، تمام. ف قال لك مش مشكله، وكان اخو المستشار احمد بكري الله يرحمه كان هو ضابط في سجن، اولا سب وقذف ودوني اللومان، جميل اللومان حلو ايه، وسب وقذف في اللومان وثلاث سنين عند شريف اسماعيل مع الشغل والنفاس، يعني كانت مرحله عباسيه يعني. وشريف ده تقدم لمجلس اديب وصلاحيه، ما هو ربنا على طول يعني شغال، تمام، اسمه شريف اسماعيل. فقال لك اصبر النهارده ايه؟ السبت يوم الاربع العيد الصغير، ده الخروج الثاني، ما انت بتخرج كان ايامها بقى سياده الرئيس، دلوقتي كل فتره بيطلع ناس كتير بصراحه، كان ايامها 23 يوليو 6 اكتوبر عيد الصغير عيد الكبير، دول اربع مناسبات. فجينا خلاص قال لك ما فيش مشكله، فاعتقد كان محمود بكري كان عقيد ايامها، جاب الورق بقى من مصلحه السجون، وكلنا كنا في اخر يوم في رمضان، وجاب الورق فقال لك ايه الورق بيبقى حاجتين،
المجرمين السوابق اللي مفروض يعني زي انا مثلا كده يروح الاسم الاول ويخلو سبيله. دي مرحلة اجرامية وصبرت خلاص. وانا بقى ايه بقى جايز الدولة في القانون ورئيس نيابة ورئيس محكمة وقاضي ومحاملية اسمي ورئيس نادي وقعدوا مجلس نوم. كل ده بقى اقوله بقى حطه على بعضه. فقال ايه نشوف الكشف الاولاني عشان تطلع الاول اللي بيطلع على البيت على طول. ففتحوا الكشف ما لقاش اسمي. قال لي مش مشكلة هتروح اسم الدقي وتطلع من هنا ما لقوش اسمي خلاص. فانا اشترك ابني قلت ايه انا كنتش ملتزم يا رب بالصلاة والتزمت بصلي الفجر حاضر. كنت رئيس نادي ومشيت وكنت عضو مجلس الشيطان بقى اللي بيقعد يشتغل يعني. وكنت عضو مجلس نواب وسقطوني بالتزوير في 2005. طب الصلاة فادني بايه؟ ده بقى الشيطان المجرم لما بيقعد يركب البلاد. انا اللي هفطر كان بقى رايحين على الفطار يعني اللي هفطر في رمضان يعني مش هروح هفطر بقى خلاص المفروض الفطار جه ولا هصلي المغرب. ورحت نايم وانا نايم كده 10 دقايق في حاجه تانية بقى بيجي لك يعني من عند ربنا. طب ده اختبار من عند ربنا. هل انت التزامك في الصلاه تبرك ميزانيه ولا شفت خمره ولا كده؟ هل التزامك في الصلاه ده كان ليه نتيجه انت جواك مؤمن بيها ولا في اول اختبار وهزه هتتهز؟ والله قمت صليت المغرب وفطرت وبصيت في الشباك كان نفس المكان اللي كان فيه حسن مبارك في سجن المزرعه. بعد كده بصيت من الشباك وقلت يا رب انا ليا طلب واحد سما بقى قدامي كده اللي جابوني هنا اشوفهم هنا. وكانت دعوه غريبه جدا يعني مش قول اللي جابوني هنا يجوا هنا لا اشوفهم هنا. تلف الايام 3 4 سنين وموقعه الجمل اللي المحكمه ادتني فيها براءه غيابي قالتك كل اللي عمله انه شتم حمد وشتم القرضاوي وشتم ايمن نور مش عارف الكلام ده يعني وبراءة غيابي. تلف الايام واروح المكان عشان اشوف زكريا عزمي واحمد نظيف. طيب يا رب انا كنت اقول اللي جابوني هنا يجوا هنا وخلاص لا اشوفهم. اروح اقعد 15 يوم عشان اشوفهم كلهم قدامي مذلولين والله العظيم. ده ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله ده نموذج لكل شاب بيحصل له اي مشكله او اي بني ادم او يعني او سيده تحصل له اي مشكله اوعوا تتهزم اوعوا تقنطوا من رحمه ربنا اوعوا. ربنا الحق وربنا العدل والعدل اساس الملك لا المحبه اساس الملك ولا الخير كل عدل اساس الملك. فخلي بالكم يا جماعه ده انا بقول دي رساله اهي انا بحكي القصه دي عشان انت عارفه دي رساله. ولا كنت افكر في لحظه من اللحظات وانا جوه السجن ان انا ارجع رئيس نادي تاني او عضو مجلس نواب. ورجعت عضو مجلس نواب ورجعت رئيس نادي تاني لغايه ما حصلت الاحداث دي. احنا مش هنتكلم عن الماضي اللي حصل خلاص حصل نتكلم عن الحاضر. اللجنه اللي فاتت فيها اصدقاء ليا يعني حسين الاخ حسين لبيب صاحبي محمد الاستاذ محمد صاحبي بلدياتي في اللجنه اللي فاتت ليو عماد صاحبي جدا. وعشان كده الناس دي انا هكرمهم هم اشتغلوا اجتهدوا اخطاوا بس كان في ناس حواليهم تعبين جابوا النادي كده. واقول لكم ازاي دلوقتي بالورقه وبالقلم يعني وقعدوا شهروا بينا والكلام ده. بس انا ليا عتاب على الاعلام. اجتماع امبارح ما كانش مرتضى منصور عامل عيد ميلاده. مرتضى منصور كان بيتكلم اجتماع مجلس إدارة اجتماع مجلس إدارة لكيان عظيم اسمه نادي الزمالك بعد سنة بعد سنة. ونادي الزمالك ده مركز شباب محترم كل مركز لا ده نادي كبير في مصر والعالم العربي في العالم كله. هو حضرتك بتتجاهل لاجتماع مجلس إدارة لبعض القنوات. هو مش حضرتك برضو لما سيد الوزير طلع القرار ان احنا بره او محمد سعيد مازن طلع او الوزاره طلعت قرار احنا بره. هو حضرتك مش الكابتن فلان والكابتن فلان والاستاذ فلان وعلان وزيدان عملتوا احتفالات اسبوع و10 ايام الحمد لله خلصنا من الطاغيه تمام. وكل واحد بقى بيصفي حساباته اللي كنت معاده في بيته بيصفي حساباته واللي انا ما بيقول لك ضربني في المطعم بيصفي حساباته واخد بالك ومش عارف. طب هو حضرتك الاجتماع امبارح كان اجتماع مرتضى مع عيلته ولا مع مجلس اداره؟ حضرتك مش عملت احتفاليه لمده اسبوع يا استاذ احمد يا موسى وكنت فرحان والمخالفات وعمرو اديب وشبير وسيف زاهر ومدحت شلبي مش كلكم عملتوا احتفاليات والكابتن ميدو كلكم انتوا رحتوا فين؟ انت
طب لما طلع بقى، ما هو نفس الوزير اللي مشانا، هو نفس الوزير اللي رجعنا، بس لما مشانا احتفلته، ولما رجعنا هو نفس الوزير عملته ميتا في القنوات. ده عتابي لاصحاب القنوات والاستاذ حسن عبد الله والاستاذ كرم جابر، وان شاء الله في الايام القادمه هتتحل الموضوع ده، وانا عايزين نعرف مين اللي مانع. طب انا مرتضى منصور يا عم، طب مجلس الاداره علاقته ايه؟ تمام. طيب هو لما المحكمه حكمت ضدنا، نفس المحكمه نفس الدايره في الشكل المستعجل في 7/2 احتفالات وطبل وزمر، شفت بقى ماشي هو المخالفات ايه. طب لما نفس المحكمه قالت الناس دي ترجع، الناس دي بريئه، حضرتك مفيش خبر، مفيش خبر يا جماعه. ده اللي بيحصل ده مش اعلام. فده اعتابي للاخوه الاعلاميين، وربنا يعني يهديهم ان شاء الله.